اليوم كان عندنا المؤتمر الاقليمي ديال حزب التجمع الوطني الاحرار الاقليم بولمان، هي كانت المحطه السابعه من المؤتمرات الاقليميه على جهه فاس مكناس. فاليوم كما لاحظتوا كان داز المؤتمر في جو صحي، في جو ممتاز. فكان الحزب يعني حزب ديال الانصات اللي نصت المواطنين ديالو وطبق القانون الاساسي. فاليوم كانت محطه اللي كانت محطه تعتبر بعرس اقليمي باقليم بولمان. فاليوم بالمناسبه كنشكروا جميع الاخوان اللي حضروا اللي تحملوا عناء السفر. فكانت كذلك تواجد عضو المجلس السياسي السي بدر الطاهر وكذلك نواب جهة فاس مكناس. فأتمنى تكون هذه المحطة يعني تكون محطة ناجحة، ونتمنى إن شاء الله يعني القادم ديال المحطة ديال المؤتمر الوطني 4 مارس يعني تكون محطة ناجحة بكل المقاييس. هذه المناسبة كذلك كنشكروا السيد الرئيس عزيز أخ النوش اللي كيعمل واحد الجهد كبير بأنه خصوصا على مستوى رئاسة الحكومة، هو لحد الآن يطبق الالتزامات ديال الخمس هذاك خاصة في ميدان التشغيل والصحة والتعليم. وشكرا. اليوم كنا في صدد المؤتمر السابع من سلسلة المؤتمرات ديال حزبنا، حزب التجمع الوطني الأحرار، اللي سابقة المؤتمر الوطني اللي إن شاء الله غيكون يوم 4 و5 مارس المقبل. وتم الحصيلة، سرد الحصيلة ديال الانتخابات الماضية من طرف السيد المنسق الإقليمي، وصراحة كانت حصيلة جد مشرفة، بحيث أنه إقليم بولمان حصل على 30,000 تقريبا 30,000 صوت بالنسبة للوائح الجهوية، و 28,000 صوت و 900 أظن بالنسبة للائحة التشريعية. وهي نتائج جد مشرفة، وهذا كيرجع الفضل ديالو للمناضلات والمناضلين ديال الحزب، والعمل الجاد والمثابرة اللي أبانوا عليها خلال فترة الانتخابات ومن بعد فترة الانتخابات. وإحنا جد مسرورين بالعمل في هذا الإقليم اللي هو إقليم مهمش، وكان اللي غنترفعوا ليه لا على مستوى قبة البرلمان وعلى مستوى التنزيل ديال البرنامج الحكومي والسياسات العمومية، باش يستافد من العديد من البرامج كأوراش وفرصة. وهو أول إقليم جيت له من بعد ما تم انتخابي رئيسة لمنظمة المرأة الجهوية، وإن شاء الله كان غيكون عندنا عمل مع نساء الإقليم باش يكون عندنا رفع من مستوى المرأة، وأنها تعطينا إن شاء الله كما ملفكة تعطينا عمل وجهد وامتياز إن شاء الله. وشكرا لكم. إذن اليوم كان المحطة السابعة في المؤتمرات الجهوية ديال جهة فاس مكناس، إقليم بولمان بالرمزية ديالو اللي كان من نخرج حزب التجمع الوطني الأحرار، وأحد أبرز أحد مؤسسيه الأخ مولاي عبد العزيز الحافظي، اللي اليوم كانت مناسبة بإجماع الحاضرين لتكريمه، وكذلك كان إجماع المؤتمرات والمؤتمرين على المجهود اللي بدلوا الأخ الرئيس عزيز أخنوش في 5 سنوات الماضية، واللي تبنات على واحد النهج ديال الإنصات وديال يعني استمداد المشاكل والانتظارات والهموم ديال المواطنات والمواطنين، واللي اعطتنا برنامج كيعكس بالفعل المشاكل والمتطلبات ديال المغاربة، واللي بطبيعة الحال بوأت الحزب المرتبة الأولى. وكان كذلك إجماع المؤتمرات والمؤتمرين باش يكون واحد الالتفاف قوي حول الرئيس في المؤتمر ديال 4-5 مارس، باش نزلوا برامج الحزب ونزلوا برامج على صعيد الجهات والأقاليم. وكان إجماع لأن اليوم المغاربة قالوا كلمتهم وعطاوا الحزب ديالنا المكانة الأولى، واليوم الرهان كبير و
والحزب اليوم هو البديل باش ينزل السياسات المولوية والبرامج التنموية في الجهات وفي الأقاليم وخاصة الأقاليم النائية والبعيدة اللي ما خدتش حقها من التنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤتمر الإقليمي طريق نحو 4 مارس الذي نظم بالمركب الثقافي 2 أكتوبر وطات الحاج يعتبر محطة تاريخية من بين المحطات بعد فوز كاسح واكتساح حزب التجمع الوطني الأحرار للمراتب الأولى على المستوى الوطني والجهوي ثم الإقليمي. بالنسبة للمستوى الإقليمي يعني هذا المؤتمر ناقشت فيه بزاف ديال الأمور من بينها الأبعاد التنموية وكذا المخططات الاستراتيجية التي يعتزمها الممثلي ومنتخبي الحزب